ايه اخترت المشوار ها؟ ازاي يعني؟ كان لازم اجي طبعا. معلش اسمح لي يا استاذ طارق، بتهيألي ذكائك المرة دي خانك. بتهيألي ما كانش حلو انك تطلب منها تظهر معاك وهي في الظرف ده. مش ده اللي كنت بتكلم معاها فيه؟ مش عارف. رفضت للأسف، مش عارف ليه. مع ان انا عرضت عليها فلوس كويسه قوي كانت تنفع الولاد. هي صعيده زي خالد؟ لا عادي، مش لازم يعني تكون صعيده عشان يكون عندها دم. عادي تمام. في عزا بالليل؟ ليه انت كنت ناوي تسافر امتى؟ يعني المفروض ابقى في المطار 8 بالليل. لا انا هستاذنك تأجل بقى. معلش عشان انا محتاج ان انا اشوفك بكره ضروري في مكتب. بعد اذنك يا اجل استاذنك. بقى في حياتك.